السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، وعندنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل كتاب أو ملحق المعاصر 2024، بداية من بيج 51-51، محافظة دمياط. نبدأ بسم الله تعالى، نبدأ ببداية بنص الاستماع. listen استمع and insert وضع دائرتك. correct answer from A, B, C or D. number one, full madam is a very space dish. طبعا طبق قديم جدا. modern حديث أو عصري. new أو new جديد. heavy معناها ثقيل الوزن والحجم يعني. full madames is a very old طبعا dish. number two, it's served يتم تقديمه with lots of olive oil بزيت الزيتون and كمان with garlic with thyme onions بصل cheese جبن with sugar سكر. سؤال number three, it's a traditional food إنه طعام تقليدي in Egypt طبعا في مصر. France, فرنسا. Paris, Paris. England, إنجلترا. Number four, all people, كل الناس in Egypt, في مصر, like to eat, بيحب يأكلوا الفول. الفول على الفور. البريكفست, الإفطار. lunch, الغداء. snack, وجبة خفيفة. dinner, عشاء. ده من خلال نص الاستماع. Choose the correct answer from A, B, C or D. I was, أنا كنت طبعا. pleased, مسرور. إيه السبب؟ to read, لكي أقرأ. city, mouse and the country, mouse story, قصة فار القرية وفار المدينة. It was funny, لقد كانت مضحكة جدا. angry غاضب. bored ممل. we scared معناها خائف أو مرعوب يعني. number two, بسبوس is a very طبعا sweet. الحلوى طبعا بتكون dessert اللي طبعا بتكون بسبوسة is a very sweet يعني بتكون الحلوى الحلوة جدا أو طبعا للتحلية. يبقى بسبوسة is a very sweet. sweet معناها حلوة حلوة جدا طبعا. ديزرت اللي التحلية hot حار أو ساخن. we call the bird salt ملح. number three, I got أنا حصلت على lot of الكثير من البيرثدي طبعا presents معناها الهدايا عيد الميلاد. بوكس كتاب أو كتب. nuts مكسرات. we colors الألوان. يبقى أنا حصلت على الكثير من هدايا عيد الميلاد من خلال نص طبعا إيه القراءة يعني. number four, I played أنا لعبت إيه نقط هنا with my cousins أولاد عمومتي all afternoon طوال الظهيرة. meals وجبات. jobs وظائف. games ألعاب طبعا هيلعب ألعاب. foods أطعمة. نشوف بعد كده النص number three بيقول read اقرأ and complete وكمل the text النص with the words بالكلمات in the books في الإطار. park حديقة. eggs بيض. Coptic قبطي. Egyptian معناها طبعا مصريين أو مصريون. فيش سمك. بقول الشم النسيم is Egypt's oldest festival. شم النسيم هو أقدم احتفال مصري. أقدم احتفال مصري. it comes بيأتي the day after كمان هو بيأتي في اليوم التالي. في اليوم التالي طبعا لإيه نقط هنا Easter اللي هو Coptic Easter اللي هو طبعا إيه عيد القيامة. يبقى هنا Coptic. Coptic يستر اللي هو عيد القيامة. طبعا شم النسيم أقدم احتفال في مصر وبيأتي في اليوم التالي لعيد القيامة. all not in a celebrate شم النسيم مين اللي بكل مين بقى المصريين بقى Egyptians. Egyptians المصريين. celebrate بيحتفلوا بشم النسيم. during خلال أو أثناء شم النسيم. people eat الناس بتاكل dried طبعا بتاكل dried fish اللي هو السمك المجفف. green onions وكمان بصل اخضر. and boiled eggs وكمان بيض مسلوق. يبقى الناس في شم النسيم بتاكل البصل الاخضر وكمان البيض المسلوق. during خلال او اثناء the festival المهرجان. people الناس like to paint تحب طبعا يلونوا boiled eggs البيض الايه المسلوق. people الناس have picnics الناس طبعا هنا بتقوم بنزهات أو بيقضون نزهات خلوية and spend time outside ويقضون كمان الإيه الوقت بالخارج. we all كلنا لايك بنحب شم النسيم. شوف مع بعض النص التاني بيقول لي number four read the text and answer the question. I'm أحمد اسمي أحمد. I go to school on foot بذهب سيرا على الأقدام للمدرسة. I like walking بحب المشي. if I am not late لو أنا طبعا لم أكن متأخر لو أنا مش متأخر. I like to come on foot بحب أتي طبعا على الإيه سيرا على الأقدام. so that I can لذلك أستطيع meet أقابل my friends أصدقائي. my friend علي صديقي علي goes to school by car بيذهب للمدرسة بواسطة السيارة. if his father isn't in town لو والده مش في الإيه لا يؤن إن لم يكن في المدينة. he takes هو بيأخذ الباص الحافلة.
he likes it because هو بيحب الأتوبيس ليه بقى؟ وبيحبه because أو he likes it بيحبه because it travels لأنه بيسافر slowly boat and كمان he can see وكمان بيشوف the city المدينة. حسن never goes to school on foot. حسن ما بيروحش المدرسة سريع على قدم. طب إيه السبب؟ بيقول لي because his house لأنه منزله is far from لأنه بعيد من the school المدرسة. عندي بيج 52 52 شو ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اور دي ذا اندرلاين برونون الضمير اللي تحته خط هي ريفيرز تو بيشير طبعا لعلي من خلال نص الاستماع فادر الوالد احمد ودي حسن حسن نقط هنا جوز تو سكول اون فوت ما بيروحش المدرسه طبعا سيرا على الاقدام سؤال نمبر بي انسر ذا فولو كويستشن هاو دوز احمد جو تو سكول ازاي احمد بيروح المدرسه طبعا هي هنقول هو هي جوز هو يذهب to school للمدرسة طبعا هو كان بيذهب سيرا على الأقدام يبقى on foot طبعا كان بيقول لك إن أنا بحب إن أنا إيه أمشي أو يمكن أن المشي سيرا على الأقدام عشان طبعا أستطيع أن أقابل أصدقائي number four why does علي ليه علي like طبعا بيحب the bus الأتوبيس إيه السبب إحنا قلنا because السبب أو because it لأن تعود على الباص الأتوبيس travels بيسافر طبعا احنا قلنا ببطء يبقى slowly وكمان and هو طبعا ايه يبقى هنقول and he كان كمان يمكنه ان هو كان يقدر يشوف سيارة للايه المدينة يبقى the city المدينة كان بيسافر ببطء وكمان ان هو بيقدر يستطيع انه يرى المدينة نشوف التصحيح بيقول لي number 5 read اقرأ and write the correct form شكل صحيح the words للكلمات between brackets بالأقواس أدي أداة استفهام وأدي الفعل المساعد وأدي الفاعل the country mouse اللي هو فار الإيه القرية والفعل في المصدر بدون إضافات يبقى تكوين السؤال في في الإنجليزية أداة استفهام فعل مساعد وأدي الفاعل أهو the country mouse الفاعل أهو والفعل في المصدر بدون أي إضافات number 2 who comes من يأتي to school للمدرسة بواسطة يبقى هنا عندي على طول أدي وسيلة مواصلات بيأتي قبل منها على طول كلمة باي أما أتي مع الساعات يبقى باي ترين من يأتي إلى المدرسة بواسطة الإيه القطار سؤال نمبر 3 there not هنا no cars طبعا هنا ما فيش فعل في المصدر بيستخدم was أو where طب cars جمع يبقى where طب no يبقى هنا where there were no cars طبعا لم يكن يوجد سيارات in the past في الماضي نمبر 4 I want to eat أنا بحب آكل إيه of chocolate من الشوكولاتة طبعا إحنا قلنا شوكولاتة يبقى بناخد على طول إيه كلمة أبار كلمة بار معناها قالب عذرا بار بس بار معناها قالب بار اللي هو بمعنى قالب هنا A و A دي R بار عذرا بار دي معناها قالب من الشوكولاتة احنا قلنا طبعا عندنا اللي بنستخدم من اللي هي أدوات التجزئة يعني أداة التجزئة اللي هي عند مين زي كلمة a bar of و a carton of و a packet of و a piece of و a slice of يعني هنا أداة التجزئة بتاعتي أو محددة الكمية دي محددة الكمية اللي هي a bar of دي اسمها إيه محددات الكمية أو يعني إحنا بنقول إن هي أداة التجزئة بتاعتنا اللي هي زي كلمة a bottle of و a bar of واللي ماشي كمان بتاخد زائد اسم لا يعد بتساوي اسم يعد يعني أنا قلت قالب من الشوكولاتة طب هنا قالب من الشوكولاتة طيب نقول إيه a bar of chocolate بتدي طبعا اسم ايه اسم يعد في الاخر أداة التجزئة واسم لا يعد وكمان بتدينا اسم يعد نشوف اخر حاجة عندنا هنا نمبر 6 البانكتويد علامات الترقيم دائما ما نبدأ الجملة بحرف كابيتال وطبعا بتبدأ بأداة استفهام يبقى اكيد في ايه لازم في question mark كمل الجملة زي ما هي نحطها طبعا question mark how can you be safe on roads كيف يمكنك أن تكون آمن على الطرقات أو على الطريق؟ يبقى أداة استفهام طبعا H capital و question mark عشان ده سؤال بمعنى how بمعنى كم أو كيف نشوف طبعا هنا عندنا الباراجراف number 7 write a paragraph اكتب فقرة إنشائية of 18 words تتضمن 18 كلمة using باستخدام the following guiding elements باستخدام العناصر المساعدة والاسترشادية the Nile نهر النيل branches معناها فروع home for يعني موطن لي guiding elements اللي هي عناصر استرشادية دايما طبعا بنراعي علامات الترقيم بنسيب مسافه تعد الكلمه نبدا الجمله بحرف كابيتال وفي نهايه الجمله نضع فلسطين هنقول ذا نايل نهر النيل is the longest river in the world يعني نهر النيل بيكون اطول نهر في العالم
الحاجة التانية ممكن نتكلم على البرانشز الفروع، يبقى ذا نايل هاز عشان الفاعل اهو، وبعدين هاز، وأول عدد تو برانشز، لديه فرعين ان ايجيبت في مصر. كمان ممكن نقول ذا نايل از اباوت، بيكون حوالي 6000 بوينت 670 كيلو مترز لونج، طوله حوالي 6670 كيلو متر طول، نتكلم على الطول الافقي كلمة لونج، اما الطول اللي هنا كلمة طول بمعنى الطول الرأسي. كمان ممكن نقول اتس هوم، انه موطن فور لي ديفرنت كاينز، انواع مختلفه اوف فيش، من السمك بيردز طيور اند تيرتلز وكمان الزواحف. اتس امبورتد، انه مهم فور بيبلز لايف، لحياه الناس. ات برينجز، انه يجلب لايف، الحياه تو ايجيبت لمصر. وكمان نقول وي ماست، يجب ان احنا كيف نحافظ على ذا ريفر نايل، نهر النيل، كلين، نظيف. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. شكرا للمشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.